بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نتناول إن شاء الله تبارك تعالى بالشرح والتعليق قصيدة العلامة ابن بهيج الأندلسي في الذب عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هذه القصيدة يعني من القصائد المباركة، رفع الله عز وجل بها ذكر قائله، فبقي ذكره في العالمين أنه من أجود من ذب عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهذا وعد الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال ورفعنا لك ذكرك. وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم لهم نصيب من هذه الرفعة، فرفعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر الله ذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفعة ذكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا معه، ويعني رفعة ذكر العلماء أن يذكروا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يذكروا مع تفسير القرآن، وأن يذكروا مع الدفاع عن سلفهم وعن صحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم. يعني بلا شك أنه لعله لا يكاد يذكر في المتأخرين، لا يكاد يذكر علامة ابن بهيج إلا بهذه القصيدة العظيمة، ولذا فهي حري أن يغبط عليه كما قال الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله، أن هذا مما ينبغي أن يغبط عليه، وأن تتمنى لو كنت مكانه، بل يعني تتمنى لو كنت معينا ولو بشيء من الإعانة، كما يعني استشهد الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله بهذا البيت الذي يقول: هذا الكلام الذي هام الفؤاد به، يا ليتني كنت قلما في كف كاتبه. فأحيانا تجد أن البعض وفق شيء من نصرة الدين يعني تغبطه عليه، وهذه الغبطة تدفعك أنك تنقل هذا الكلام إن لم يكن قد فزت بشرف أن تكون قلته مبتدئا، فلتكن ناقلا ناشرا. نعلم أن الشعر له ثقله وله أثره في النفوس، وهذا العلامة أخذ فضائل عائشة رضي الله عنها الثابتة في الكتاب والسنة وصاغها قصيدة يعني تفيض حبا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حتى أنه من فرط هذا الحب لم يجد مساغا إلا أنه قال القصيدة على لسانه. يعني القصيدة فيها بيتان، في أول القصيدة يلخص مقصود القصيدة، ثم يقول أن القصيدة هو صاغها كأن عائشة رضي الله عنها هي التي تتكلم، وفيها بيتان في آخر القصيدة في يعني الختام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بينما القصيدة كلها يعني ساقها على لسان عائشة رضي الله عنها. وهذا يعني في مجال المدح، قد يجد الشاعر إذا أراد أن يمدح شخصا تشرب بحب، ليس مدح الأجراء كما كان الشعراء أحيانا يمدحون إذا أعطوا، ولكن بالفعل يكون قد امتلأ بالحب، فأحيانا يصعب عليه أن يؤدي العبارة إلا بلسان المتكلم، كما أن لسان المتكلم يعطيه
قدرة على إبراز الفخر كما ينبغي أن يكون. وفي الواقع أن لو أن عائشة رضي الله عنها يعني قالت هذا الكلام فعلا لقيل لها يعني صدقتي وصدقتي. لو أن عائشة رضي الله عنها قالت هذا الكلام وأضعاف أضعافه لقيل لها هذا يعني ما جاوزت الحقيقة، ولكنها رضي الله عنها لم تقل ذلك، ولا حتى في لم تطعن بهذا في وجه من خالفها يعني نوع من الورع منها رضي الله عنها، وإنما ثبتت فضائلها في الكتاب والسنة. ومع هذا فمن نسب أو من أعطى لسانه وقلمه ليتكلم نيابة عنها فهو لم يجاوز الحقيقة ولم يجاوز الحق الشرعي لمن طعن أن يجيب. وقد يعني أرشد النبي صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنها حينما فاخرها سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهن بنات عمومة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن عربيات بل قرشيات. وفي النهاية يعني يلتقين معظمهن من القرشيات التي يلتقين معه في أحد آبائه القريبين. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي لهم أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد صلى الله عليه وسلم. فكتب الله لها من الفضائل إن كان هن قد كانوا قريبات للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحظين بشرف الزواج منه، فهي حظت مثل ما حظوا بشرف الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في ذات الوقت يعني جدها الأكبر هارون عليه السلام، ومن ثم يكون عمها موسى عليه السلام. يكاد يكون العلامة بن بهيج رحمه الله قد سار على هذا المنوال، هذه النصيحة النبوية لصفية رضي الله عنها، فنسج على منوالها على لسان عائشة رضي الله عنها تفاخر بأن زوجها محمد صلى الله عليه وسلم، بل بأنها أحب زوجاتي إليه. وهذا يعني يكفي لمن كان له قلب أو كان له عقل أن يتدبر ويتأمل ويعرف لها حرمتها، ثم تفاخر بأن أبويها كان ممن سبق إلى الإسلام وأن أباها هو الصديق الأعظم والخليفة الأول رضي الله عنه وعنها. فهذا في الواقع أن العلامة بن بهيج لم يجد مساغ إلا أن يجعل أن يتكلم بلسان الفخر على لسان عائشة رضي الله عنها، بالإضافة إلى أن الكلام بضمير المتكلم بيبرز جانب عظيم جدا من الجوانب استشعار مدى فداحة كلام الطاعنين في عائشة رضي الله عنها. يعني هذا الأمر لا يستشعره إلا من عايش. والشاعر أراد أن يعني ينقل لنا هذا الألم الذي يشعر به الإنسان الذي لم يرتكب الجرم ولا مقدماته ولا يعني اقترب منه شيئا البتة ومع هذا رمي به. هذا أمر في غاية الألم. يعني لو إن مثلا امرأة يعني عندها قدر من الاستهتار ثم رميت بما هو أفحش، ربما يعني لامت نفسها أو لامها غيرها بأنها وضعت نفسها موضع التهمة وموضع الريب. وأما أن يؤتى إلى امرأة يعني بالغت في إحصان نفسها وبالغت في حماية عرضها ثم تتهم، تجد هذا الأمر في غاية الألم. هذا الأمر تألم منه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما كذبه المشركون ونقلوا بين عشية وضحاها من الصادق الأمين إلى أكذب الأكذبين والعزم، لأن من يكذب على الله ليس لا يكون كاذبا فحسب، لا يكون أكذب الأكذبين. هذا في حد ذاته كما يقول شيخ أسامة التيمية أنه لا يمكن أن يشتبه على الناس سلوك أصدق الصادقين مع أكذب الكاذبين.
يعني لو انك بحثت في سير الانبياء والمرسلين ولم يعني واغفلت ما اوتوا من معجزات ونظرت في سيرتهم وسلوكهم وانهم ادعوا النبوة. ادعاء النبوة يجعل صاحب هذا الادعاء يدور بين احتمالين لا ثالث له، اما ان يكون صادق فحينئذ لن يكون صادقا فحسب، سيكون اصدق الصادقين لانه سيكون رسول من عند الله، واما ان يكون كاذبا فحينئذ لن يكون كاذبا فحسب، بل سيكون اكذب الكاذبين لانه يكذب على الله. ولا يمكن ان يختلط على عاقل حال اصدق الصادقين مع حال اكذب الكاذبين، يعني مجرد ان تنظر في حال من يدعي النبوه اما ان يكون نبي صادق كما هي احوال الانبياء الصادقين الذين نصدق بهم، واما تجد مدعي النبوه من اقبح الناس سيره ويعني يكاد الكبر وطلب العلو وطلب الفساد وطلب اعراض الناس واموال الناس، ما من مدعي للنبوه الا وتجد ايه اباح لنفسه النساء، اباح لنفسه الاموال الى غير ذلك، لان هي دي نفسيه الذي بلغ في الفساد الى ان كذب على الله تبارك وتعالى. فلذا شق على النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول عنه ان يقول عنه كذاب، ولذا واساه ربه عز وجل فقال قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. يعني قال الله تبارك وتعالى في شأن من رموا عائشة رضي الله عنها بالإفك كلام قريب من هذا، وقال ولولا إذ سمعتموه قلتم أنا نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني إن كان ينبغي لمن سمع إنه إذا نظر في تهمة ومن يتهم بها كان ينبغي أن يكذب هذا الكلام، بل يعتبر من أشد البهتان، ويعني سبح الله نفسه كما يأتي من كلام ابن بهيج، والتسبيح يأتي في مقام التعجب، سبحان الله كيف الذي تنزه عن النقائص والعيوب، لأن منقصة عظيمة في البشر أن يغفل عن هذا الأمر البدهي. فإذا في إذا رأيت مثل ذلك تتعجب، تتعجب بتسبيح الله تبارك وتعالى المنزه عن النقائص والعيوب. في الواقع يعني القصيدة بالفعل يعني مملوءة بالحب لعائشة رضي الله عنها، أحسن أن المفاخرة على لسانها، وأحسن البيان مدى فداحة من يقع فيها وهي البعيدة تمام البعد عن كل ريبة وعن كل تهمة. ولو ان يعني الشاعر اراد ان يستفيض في الفخر فيفاخر يجعل عائشة رضي الله عنها او يتكلم على لسانها ليس بالفخر بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم ولا بابيها وامها فحسب، بل تفاخر باخويها واختها واولاد اختها وهي لهم بمنزلة الام وكنيت بأم عبد الله ابن أختها وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين، لكن هو اقتصر على قدر يسير من الفخر. في الواقع كما ذكرنا السياق بيعبر عن أن الشاعر بالفعل يعني استشعر فضائل عائشة رضي الله عنها وعايشها، استشعر مقدار فداحة كل ما قول من يقع فيها ووضع نفسه في موضعها وتألم الألم الذي ينبغي أن يشعر به من يفترى عليه مثل هذه الفرق. وبالإضافة إلى ذلك نجد أن القصيدة يعني تنتمي للقصائد أو للأدب الإسلامي الذي جاء فهذب طبع الأدباء، يعني تجد يتضح جدا على الشاعر أو الكاتب الذي تشرب
أو تأثر ببلاغة القرآن وبالبلاغة النبوية عن الشعراء الذين تأثروا بالشعراء الجاهليين دون أن يتأثروا ببلاغة القرآن أو بالبلاغة النبوية أو الشعراء الحداثة. يعني تجد كل شاعر وكل كاتب يتضح عليه أثر المدرسة التي تربى فيها. البلاغة يعني في الكتاب والسنة هي في أعلى درجات البلاغة، حيث لا يستر الشاعر ضعف معاني مثلا بالإغراب في الألفاظ، وده شيء يعني شائع جدا عند الشعراء الجاهليين. وأما شعراء الحداثة فعندهم أساليب أكثر إسفافا والإغراب في الموضوعات أو الدخول في الشهوات، ولكن تجد إن عنوان البلاغة الإسلامية ككل طبعا هي تكون في أروع صورها في القرآن، ولا يقارن القرآن بغيره ولا حتى الحديث النبوي يداني. ثم الحديث النبوي أعلى درجة من البلاغة البشرية، ثم يأتي بعد ذلك الكلام من تأثر بالقرآن والسنة، فتجد السلاسة في الألفاظ سمة رئيسية للبلاغة الإسلامية. الإيجاز في التراكيب مع الاتساع في المعاني والحرص على حسن الوقع مع كل هذا، يتأثر بهذا الأدباء الإسلاميين تأثرا بأنهم يستقوا يعني كل هذا من الكتاب والسنة. لعلنا أشرنا قبل ذلك إلى أن لما قامت حملة التغريب وكان على رأسها طه حسين، تصدى له الأديب مصطفى صادق الرافعي رحمه الله، وفي الواقع يعني تصدى بطريقة يعني أكثر من رائع، يغبط عليها بالأشك، يغبط عليها غبطة شديدة والآخر، يعني كيف وقف أمام الطيار هذا التغريب اللي كان مدعوم معه كرسي الجامعة، معه الجرائد والمجلات، معه الأموال، مع هذا اللقب الرنان عميد الأدب العربي، ومع هذا تصدى رحمه الله، يعني تصدي واسع جدا. ويبدو أن الخصوم أدركوا أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحج، وفوجئوا بأن في القوم أن مصطفى صادق الرافعي غير محسوب على الشيوخ، وغير حتى هو ليس صاحب مشروع إسلامي متكامل، ولكن أخرجه الله له. فكان إحدى الحيل إن إحدى المراكز البحثية الأمريكية آنذاك كتبت مقالا في جريدة أمريكية، أرسل نسخة منه للرافعي رحمه الله، إنه لو تخلى عن تأثره بالجملة القرآنية لكان هو أديب العربية الأول بلا منازع. يعني كانوا بيعرضوا عليك عادتهم أن يغدروا بطه حسين، يسحبوا منه يعني لقب عميد الأدب العربي واعتقي بشرط واحد، أنه يتخلى عن الجملة القرآنية، وثبته الله تبارك وتعالى وكتب مقال من أروع ما كتب في الرد على هذا العرض الاستدراجي لأن يقع في شراكهم وفي فتنتهم. الحاصل أنه أبرز يقول يعني أنا لم أكن أنتبه إلى هذه النكتة، الجملة القرآنية وأثرها فيه وفي إخوانه من الأدباء الإسلاميين، وإن مصدر قوتهم الأدبية راجع إلى تأثرهم بالقرآن. يعني هم أرشدوا إلى شيء في غاية رأي. سنجد هذا الكلام واضح جدا في يعني لهذه القصيدة، بالفعل سلسة الألفاظ، عذبة المعاني، فيها قوة التصوير، أن هذا استخدام التصوير لضرب الأمثلة المركبة من أكثر السمات القرآنية كما سيأتي. هذا يعني كتعريف عام بالقصيدة ويعني بعض مزاياها. ثم يعني أما القصيدة ذاتها فيقول رحمه الله تعالى: ما شان أم المؤمنين وشاني،
هدي المحب لها وظل الشاني. هذا مما يسمونه في البلاغة براعة الاستهلال أو حسن الاستهلال، استهلال بشيء في تشويق، في إثارة، في ملخص القضية. وهذا أسلوب قرآني تجده واضح جدا لمن تتبع الصور القرآنية واستفادوا كثير من الأدباء. هنا بدأ باستفهام، يعني في طبعا استفهام بدون إجابة، لأنه يعني صيغ للتشويق والإثارة، ما شأن أم المؤمنين؟ والإجابة تأتيك في القصيدة، شأنها عند الله عظيم. هي أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، هي يعني بنت الصديق، هي أعلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره. وشاني، وشأني، ما شان أم المؤمنين وشاني، شأنه أنه لابد أن يحبها لحب الله له ولحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، لابد أن يكون مدافعا منافحا عنها. هذا أيضا يأتيك في القصيدة. يبقى إذن هذا البيت الأول يقول لك أم المؤمنين لها شأن عظيم، ونحن يجب أن يكون لنا شأن معها، هذا جزء منه، جزء من حقها علينا. ثم لخص القضية: هدي المحب لها وظل الشاني. إذن هذه القضية أن حب عائشة رضي الله عنها من الإيمان ومن الهداية، وأن بغضها بلا شك من الضلال العظيم. المقابلة بين الهدى والضلال والمحب والشاني، مقابلة في سطر بيت هي كل القصيدة. أيضا لعل من توفيق الله تبارك وتعالى أن القصيدة نونية، فأنسب شيء يناسب البغض أنه يأتي بالشنآن، مع أنه هذا توفيق عظيم، لأن أحيانا اللفظ يحمل معاني عظيمة جدا نتيجة ارتباطه باستخدام معين أو بسياق معين. فلفظ الشانئ أشهر استخدام له في قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. فكأنه هنا الشاعر بيستدعي هذه الصورة وهذا الوعيد وهذا القضاء الذي قضاه الله تبارك وتعالى على شانئ النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يريد أن يوحي إلى السامع أن شانئ أم المؤمنين هو على نفس طريق شانئ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني من التوفيق الذي وفقه الله تبارك وتعالى له. فهذا البيت الذي افتتح به القصيدة: ما شان أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها وظل الشاني. إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. إذن هو أعار أم المؤمنين لسانه وقلمه، وتكلم هو نيابة عنه. ابتداء من البيت الثالث من القصيدة هو يقول على لسان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فيقول: يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. أيضا يعني مبغضي أيضا اتفق أنها يعني متجانسة في النطق مع رافضي، وهذا أو لعله قصدها. قل يا مبغضي، وهي مكافئة إلى حد كبير على رأي، يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. وقع هذا البيت يدلنا على أن الشاعر أجاد أن يتكلم بلسان عائشة رضي الله عنها، حتى أنك ممكن تنسى أن هذه القصيدة ليست من قول عائشة رضي الله عنها. لما تستشعر أنه أجاد التعبير عن معظم صفاتها؟ عائشة رضي الله عنها يعني قوية الحجة، ما نظرت أحد إلا فحمته أو أفحمته، فيها يعني حدة في الاستدلال والرد. وهذا الخبيث البغيض
المدعو ياسر الحبيب استثمر موقف من المواقف التي ينبغي أن تكتب في فضائل عائشة رضي الله عنها، فجعلها مما يذمها به أهلكه الله. الموقف معروف ومشهور، لكن هو اقتطع منه الجزء الذي يروق له. عندما دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السام عليكم، يريدون الموت، السام يعني الموت، ولكن على طريقتهم في الجبن هم يحضرون خط الرجع التراجع، أن يقولون بل أنت الذي أخطأت السمع وأنت الذي أسأت الظن، وكما إن الآن يقول لعل الصحفي حرف الحديث، سمعنا والصحفي موجود والجريدة موجودة، الجريدة تابعة لهم، ولما الصحفي حرف الحديث المتكلم ما رجعش تاني يوم ولا بعده إلى آخره. فهذه طريقة واحدة، يعني هؤلاء نفس طريقة يعني الرهبة من المؤمنين، والحرص والحقد الذي يدفعهم للطعن في الدين، فالطعن في الدين مع إعداد خط التراجع الجاهز. فكان الكلام قالوا السلام عليكم، يعني يريدون الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم ينتبه يقولون هل هذا نبي، نسبه ولا ينتبه، ويشفون شيء من غيظ صدوره، وإن انتبه فذمهم أو شتمهم أو نحو ذلك، قالوا هذا هل هذه أخلاق نبي، نسلم عليه فيقول كذا وكذا. فكان التصرف الأمثل الذي يعني سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة أن قالوا عليكم. عائشة رضي الله عنها انتبهت لفرط ذكائها وانتباهها ولفرط حبها للنبي صلى الله عليه وسلم، بادرت بالإجابة، قال بل أنتم السام عليكم والموت يا أعداء الله. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليكم. ألما خرجوا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف من هذه الحدة التي قد تستثمر من الخصوم، فقال لها يا عائشة لا تكوني فاحشة. فقالت أولم تسمع إلى ما قالوا، فقال لها صلى الله عليه وسلم ألم تري أني قد رددت عليه ما قال. عندما يأتي هذا الخبيث ويقتطع قوله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا تكوني فاحشة، ثم ينسج على هذه الكلمة وهي فاحشة، وحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح من شأنها ولكنه فشل، وهذا لو انتبه يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطعن في عائشة، لأن الرجل الذي يفشل في إصلاح زوجته قد جعل الله له منها فكاكا أن يطلقها، فضلا أن يمسكها، وغير أنه يمسكها تبقى يعني زوجة له إلى أن يموت في حجرها. بل إن هذا كان طعن في القرآن الذي أثنى عليه وأثنى على جميع أمهات المؤمنين كما سيأتي. وهذا الموقف يشهد أولا لذكاء عائشة رضي الله عنها وفطنتها وشدة حبها للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة غيرتها على الحق وشدة أمانتها، لأنها هي التي روت لنا القصة. مع هذا التوجيه النبوي الذي قد يكون مؤلم على النفس يا عائشة لا تكوني فاحشة، بينما كانت تنافع عنه صلى الله عليه وسلم، يربي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمهات المؤمنين ويربي أصحابه ويربي أبناء أصحابه، ومما يعني إذا جمع ما في القرآن من عتاب النبي صلى الله عليه وسلم وما في السنة من عتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ويكون هم الذين يروون المواقف التي أخطأوا فيها وصوبها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن هذه الأمة أوتيت من الأمانة ما لم يؤتها أحد. أمانة عائشة رضي الله عنها في هذا الموقف وفي غيره، نحن لا نقول بعصمة أحد غير الأنبياء، ولكن انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم كيف كان خطأهم يسيرا وكيف كانت أمانتهم، ما لم يلزمهم أحد أن ينقلوا المواقف التي قد تعد مواقف شخصية، كان هناك سعة ألا يحكى الموقف
كان يمكن أن تروي الموقف حتى الجزء اللي يخص النبي صلى الله عليه وسلم منه بتغيير الصيغة، تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يكون فاحشا، إن حكت القصة وأنها هي التي خطبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا تكوني فاحشة، التي خطبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت على حفصة رضي الله عنها، على صفية رضي الله عنها حسبك منها أنها كذا وكذا تريد أنها قصيرة، فقال لها صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، هي التي روت هذا الحديث أيضا، هذا مما استغله هذا الخبيث في الطعن عليها رضي الله عنها. نعم أخطأت، وأقول ما هذه الكلمة التي إذا مزجت بماء البحر لمزجت؟ لا شك أنها كلمة غاية في الفحش والبذاء، وأنها قالت وأخذ يذكر احتمالات وأغفل المذكور في الحديث أنها لم تتكلم، هي أشارت بيدها تعني أنها قصيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يربي الأمة ويربي أمهات المؤمنين، وهم الذين ينقلون لنا أخطاءهم وكيف صوبها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها فيها هذه القوة في الحق، هذه القوة في الحجة، وبالتالي هو في الواقع هذا البيت مناسب جدا لطبيعة عائشة رضي الله عنها في إفحام الخصوم، في قوله على لسانها يا مبغضي لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني، لأن أكثر شيء يلجم الخصم الأمر الذي يلزم وفق منهجه هو. أهل السنة يعرفون للنبي صلى الله عليه وسلم فضله ويؤدون إليه حقه، من أدركهم من الصحابة عنهم في حياته قاموا بحقه صلى الله عليه وسلم حيا، وأما باقي أهل السنة على مر العصور فيقومون بحقه صلى الله عليه وسلم ميتا، يعظمون سنته ويتبعون أمره ويصلون ويسلمون عليه صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين، لا سيما في الأوقات التي تخص بأذكار الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ويسلمون على قبره إذا كانوا في مسجده. هذا كله يفعله أهل السنة بفضل الله تبارك وتعالى. أما الشيعة فيغلون في القبور، معروف غلو الشيعة في القبور، وينسبون إلى تربة القبور قبر الإمام الحسين وقبر أئمتهم عموما أنها تطهر من الذنوب وأنها تفعل وأنها تفعل، إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم يغلون فيه أو يحاولون، إلا أن السنة يمنعونهم بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن يرون أن هذا القبر كان في بقعة خبيث، في حجرة امرأة على زعمهم وكذبهم خبيث، بقي هذا النبي صلى الله عليه وسلم سجين مع تلك المرأة حياته، وبقي قبره سجين في غرفتها بعد مماته، مع أنهم ينسبون إلى قبور من هم دون النبي صلى الله عليه وسلم قدرة على تطهير من الذنوب وعلى نفي الخبث وعلى وعلى وعلى، فهذا كله مما يلزمهم الحجة لا سيما على طريقتهم في الغلو في القبور. كيف يأتون، كيف يعني يظنون بالله عز وجل أنه اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم يعني السجن مع وزيرين خبيثين في الدنيا وزوجتين ابنتي هذين الوزيرين خبيثتان أيضا، ثم يدفن في حجرة إحداهما، كل هذا هل يعني هل هذا صنيع الله تبارك وتعالى برسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم؟ كلام في غاية الفحش. لذلك لا ندري كيف استطاع ذلك الرجل الخبيث أن يجمع بين أن يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قصة مشهورة، ذلك المسؤول الإيراني لما زار المسجد النبوي ووقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قال لا ندري ماذا قال، ثم بصق على قبر أبي بكر وعمر قباحه الله، ويعني بفضل الله وفق خطيب الحرم النبوي أنذاك بأن أعطى ما يستحق وسمع يعني ما يناسب يعني زندقته. في كيف يتصور وهم لا سيما بطريقة الشيعة اللي كما ذكرنا عندهم غلو في القبور ونحو ذلك، كيف يتصور أن يمكن
أن يجتمع قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع قبرين خبيثين كما يظن، وكيف اختار الله له هذه الحياة الكئيبة، أنه سجين بين هؤلاء وحتى بعد الموت والعياذ بالله. لماذا يأتون قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرة عائشة رضي الله عنها؟ يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. هذا يكفي في الواقع، هذا البيت في يعني إفحام تام لهؤلاء. ثم كأنه بعد هذه الضربة القاصمة شرع في الفخر المفصل بعض الشيء، فقال رحمه الله على لسانها رضي الله عنها: إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والعنان عناني. هذا على مذهب من يرى أن عائشة رضي الله عنها أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يرى البعض أنها أفضل نساء الأمة، وأهل السنة مختلفون بعد اتفاقهم على أن أفضل نساء الأمة خديجة وفاطمة وعائشة رضي الله عنهن، مختلفون في الترتيب. طبعا لكل واحدة منهن مزية. خديجة رضي الله عنها كانت لها مزية السبق، وفاطمة رضي الله عنها لها مزية النسب لأن أباها محمد صلى الله عليه وسلم، وأمها خديجة وهي واحدة من أفضل نساء الأمة. وعائشة رضي الله عنها كان لها مزية العلم لأنها أدركت زمان التشريع وحفظت وتعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت. ولكن عند التفضيل النهائي بين الثلاثة في خلاف، الراجح فيما نرى والله تعالى أعلم أن أفضل نساء الأمة خديجة ثم فاطمة ثم عائشة رضي الله عنهن أجمعين. وبالتالي تكون عائشة ليست هي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تكون أفضل من اجتمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياة بعد زواجه منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة ولم يتزوج غيرها حتى ماتت، ثم تزوج سائر أمهات المؤمنين، فكانت أفضلهن وأحبهن إليه عائشة رضي الله عنها. ومن جملة ذلك ما خصت به عن سائر الزوجات، يعني بمعنى يعني يكفي نساء النبي صلى الله عليه وسلم شرفا أن الله تبارك وتعالى جعلهن أمهات للمؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهذا شرف عام، وهي لها شرف خاص بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يتمسك الشيعة الضلال بقضية زوجتي نوح ولوط عليهما السلام، وفي الواقع هذا من التعامي والمبالغة في الغي والضلال، لأن الفرق ظاهر جدا بين يعني امرأة نوح وامرأة لوط وبين نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ابتداء وبدون جدل ولا لجاجة نقول أن امرأتي نوح ولوط ضرب الله بهما المثل للكافرين، وأما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهن الله أمهات للمؤمنين. فمن حيث الإمكان العقلي والمنطقي، هل يمكن أن تكفر امرأة النبي؟ نعم يمكن، لكن من حيث الواقع كفرت امرأة نوح وكفرت امرأة لوط عليهم السلام، بينما كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل نساء الأمة. هذا قضاء الله. فإذا يأتي أحد يقول أنه طالما كفرت امرأتي نوح ولوط عليهم السلام فإذا لا مانع أن تكفر أو أن تفسق أو أن تضل عائشة ضل عنها أو غيرها من أمهات المؤمنين. هذا الكلام العقل المجرد ولا بعد نزول الوحي؟ نحن لا، هذا كان يمكن، كما إن أبو لهب كفر وعاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب كفر ولكنه ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنه وجعفر آمن وكان من أشد أنصار النبي صلى الله عليه وسلم،
فإذن القرابة إذا كانوا هم ينتسبون إلى القرابة، منهم من آمن ومنهم من كفر، كن منهم من كفر نغمة نحن من آمن وننزل عن رتبته، لأن هناك من القرابة من كفر، مع نفس القضية. فنقول من زوجات الأنبياء من كفرت نعم، ولكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم شهادة خاصة من الله تبارك وتعالى. أيضا الفرق ظاهر حتى لو أصروا على المناقشة العقلية والمنطقية، نقول أنبياء نوح ولوط عليهما السلام اختار زوجتيهما قبل البعثة، وحسن الظن بهما أنهم اختار من النساء الفضليات. ولكن الإنسان قد يوجد فتنة معينة، إذا فتن بها وقع، يعني يفتن المرأة تكون شريفة عفيفة، بل من زوجات من نساء الكفار من هي عفيفة، وإلا لم يكن الشرع ليبيح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، لأن إذن فيهن إيه؟ محصنات، لا 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 يفتنها فتنة الشهوة، ولكن يفتنها فتنة أنها لا تريد أن تخالف دين أبائها أو دين أجدادها أو نحو ذلك. فلما بعث آمن من آمن وكفر من كفر، كفرت الزوجتان، انتظر حكم الله فيما يفعلون. فكان إيه الحكم؟ أن الله تبارك وتعالى عجل العقوبة لأقوامهما وأهلك الكافرين، وفيهما يعني أهلك قوم نوح وفيهما زوجته، وأهلك قوم لوط وفيهم زوجته. أما النبي صلى الله عليه وسلم فشريعته أكمل الشرائع، شرع له جهاد الكفار، وشرع للمسلم ألا يمسك كافرا إذا أسلم ولم تسلم من تحته، قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وبل وندب الرجل إلى ألا أو نهى أن يمسك فاسقة، وبل عموما ألا يمسك امرأة غير صالحة، بالإضافة إلى الشهادة الخاصة من الله تبارك وتعالى لأمهات لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلهن أمهات للمؤمنين. فإذا قياس مع الفارق ومع يعني أو يعني بل هو أوضح من أن يقال في قياس مع الفارق، بل لا يخالف في هذا إلا من عنده عناد واستكبار. أيضا في ثنايا الكلام على ما اتهمت به عائشة رضي الله عنها، ولأن هؤلاء الضلال يحاولون أن يسلبوا عن عائشة رضي الله عنها أفضل فضائلها، وهي أنه نزل القرآن في براءته، فيدعون أن الآيات البراءة نزلت في ماريا وهي أم ولد للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون أنها اتهمت بالزنا وأن الآيات نزلت تبرئه. يعني هل يكون يعني يغار الله عز وجل على أم ولد لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا يغار على نبيه؟ فيعني يقدر له امرأة سوء، هم يدندنون حول اتهامها بالفاحشة وإن لم يصرحوا، ويتهمونها بالنفاق، ويتهمونها بالحرص على إفساد الدين، يعني يبتلي بهذه المرأة ثم لا يأمره بطلاقها ولا يعني حتى يموت عندها، هل هذا ما يظنون أن يفعله الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ينسبون أنه يعني أنزل آيات لتبرئة أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان كذلك يبقى كان من الأولى أن يعني يبرئ ويطهر له قلب زوجاته، أو على الأقل يكشف عوار من تستتر منهم بالنفاق ويأمره بطلاقها أو هجرانها أو فضيحتها أو تحذير الأمة منها. ومع هذا فالآيات حتى لو تجارينا معهم وتركنا سبب النزول بالأحاديث الصحيحة أن هذه الآيات نزلت في عائشة رضي الله عنها، نقول أن الآيات قررت مبدأ، وهذا المبدأ قطعي الانطباق على سبب النزول. سبب النزول متفق بيننا وبينهم أنها نزلت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، إما في حق اتهام عائشة رضي الله عنها، وإما في حق اتهام ماريا أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشترك بين القصتين إيه؟ أن الأمر كان يخص نساء النبي صلى الله عليه وسلم سواء كزوجة أو كأم ولد، وقال الله عز وجل في ذلك ردا على
من ظن السوء بصاحبة القصة بغض النظر من هي، قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. إذن كان من ضمن ما دفع الله به التهمة عن صاحبة القصة أن زوجها طيب، وهو إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الله تبارك وتعالى ليقدر عليه زوجة خبيثة، وحتى ولو كان لا يتركه دون أن يدري ولا دون أن يبين له خبثها ويأمره بطلاقها، فطالما أن الله رزقه إياها فأحبها وأمسكها أو أمسكها فهذا يدل على أنها طيبة لا ترمى بالخبث الذي يمكن أن يرمى به الخبث، كما سيأتي من كلام عائشة، من كلام ابن بهيج رضي الله عنه على لسان عائشة رضي الله عنه. إذن هي ابتداء يعني كأنها تقول هي زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فضيلة عظيمة، ولكن لا، الأفضل من ذلك أنها أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أنها خصصت على سائر نسائه بخصال. يعدها ابن بهيج رحمه الله على لسان عائشة رضي الله عنها، تقول مرض النبي فيقول مرض النبي ومات بين طرائبي، فاليوم يومي والزمان زماني، زوجي رسول الله لم أر غيره، الله زوجني به وحباني، وأتاه جبريل الأمين بصورتي فأحبني المختار حين رآني. حديث في ذلك مشهور في الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رأى عائشة رضي الله عنها في المنام، ورؤيا الأنبياء حق. يقول رحمه الله على لسانها رضي الله عنها: أنا بكره العذراء عندي سره، وضجيعه في منزلي قمراني، أي أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. إذن يعني افتخرت بأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الزواج جاء بوحي، وأنها الوحيدة البكر التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فكنها بكر فضيلة للمرأة أنها لم ترى غير زوجها، مما تفضل به البكر أنها لم ترى إلا هذا الزوج، فضلا أن يكون الزوج ذو زوجات كثيرة، هذه البكر الوحيدة منهن. فإذا هذه أفضلية مضاعفة، البكر عموما لها أفضلية، أن تكون البكر الوحيدة بين يعني ضرات كثيرات ثيبات، فهذا يكون لها فضلها. تقول: وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن. القرآن كله محكم من حيث يعني حسن نظمه وتمام معانيه، ولكن بعضه محكم لا يحتمل إلا تفسيرا واحدا، ومتشابه يحتاج في تفسيره إلى نظر واستدلال، وبالتالي ينقسم بهذا الاعتبار إلى محكم ومتشابه. والآيات التي نزلت في براءة عائشة رضي الله عنها من المحكم بالمعنى الثاني، لأن بالمعنى الأول كل القرآن إيه؟ محكم، وهي أيضا فهو محكم بالمعنى الأول أكيد، وأيضا محكم بالمعنى الثاني لدلالته القطعية على أن الطيبات للطيبين كما قدم. يقول رحمه الله على لسانه رضي الله عنها: والله خفرني وعظم حرمتي، وعلى لسان نبيه براني، والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني، لذا من رماها بعد نزول براءتها فقد كذب القرآن، والله وبخ من أراد تنقصي إفكا وسبح نفسه في شاني، سبحانك هذا بهتان عظيم، وهذا قمة التعجب لمن يقع في هذا البهتان، إني لمحصنة الإزار بريئة، ودليل حسن براءة حسن طهارتي إحصاني. المرأة المتزوجة يعني محصنة من أن لها زوج لن يرضى بالفاحشة، لا يمكن يجي أحد يتصور أنه سيكون أغير من زوجها إلا إذا كان رجل سوء. يعني المرأة المتزوجة حتى في عرف الناس، المرأة المتزوجة يقول لو كان فيها سوء
ولا لا سيما إذا كان زوجها صالحا، من جملة الناس السوية الفطرة، لا يقال حتى من خيار الصالحين. كون أن تكون امرأة متزوجة من رجل سوي الفطرة يعرف أن هذا إحصان له، لأن زوجها هو أعلم الناس بسرائرها، ولا يمكن أن يرضى رجل على أهله أمر يشين، فهي محصنة ولكن إحصانها أعلى درجات الإحصان. ولذلك قالت، يعني يقول رحمه الله على لسانه رضي الله عنه تماما لهذا: والله أحصنني بخاتم رسله وأذل أهل الإفك والبهتان. ثم تقول: وسمعت وحي الله عند محمد من جبرائيل ونوره يغشاني، أوحى إليه وكنت أوحى إليه أو أوحى إليه وكنت تحت ثيابه فحنى علي بثوبه خباني. حديث في ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها: لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني في لحافي أو أنا في ثوب امرأة إلا عائشة. اللي في الواقع هذه القصيدة قصيدة مباركة ويعني متداولة بفضل الله تبارك وتعالى، ويعني أثناء ما كنت أتتبع هذه القصيدة وجدت أحد المواقع الشيعية يعني كأنه ارتدى ثوب الصدق والأمانة في النقل، فقال: يعني أين نجد الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل عليه السلام بالوحي وعائشة عنده أنه غطاها بثوبه؟ أن البيت يقول: أوحى إليه وكنت تحت ثيابه فحنى علي بثوبه خباني. في الواقع أحيانا البعض هؤلاء زي مثلا الصوفية ما يجوا أحيانا يعترضوا على قضية تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، هذا التقسيم منتزع من الإيه؟ من الأدلة، ولكن لأنه يعري ادعاءهم أنهم أتوا بالتوحيد، لأنهم في الواقع كلما تكلموا على التوحيد ركزوا على توحيد الربوبية لما يعرفون من ضلالتهم في باب توحيد الإلهية. فيقول: أين الدليل؟ وهذه مصطلحات لا دليل عليه. أقول حبذا، نحن عندنا استعداد نتنازل عن هذا التقسيم ونقول بأدلته قبل أن يقال هذا التقسيم، شريطة أن يرفعهم مصطلحات الشيخ والمريد والطريقة والحال والمقام، فضلا عن الخزعبلات التي تتعلق بوحدة الوجود وغير ذلك من الكلام. تجد أن الدعاء لإنسان يعني وفي يعني مضيق ويريد أن يخرج بأي وسيلة. فطبعا هذا كتب الشيعة مليئة بالكذب ومليئة بالأوصاف الخيالية التي لا وجود لها في كتاب السنة، وهو يعني كأنه يعني شغله جدا أن الشاعر توسع في وصف الصورة التي تستفاد تلقائيا من الحدث يعني. فهذا هو هذه القضية. ثم يقول رحمه الله على لسانه رضي الله عنها: من ذا يفاخرني وينكر صحبتي ومحمد في حجره رباني. في الواقع هذا البيت من يعني أفضل أبيات القصيدة نظما ومعنى وموقعا. الآن الشاعر ينتقل من المفاخرة على لسان عائشة رضي الله عنها بالزواج من النبي صلى الله عليه وسلم إلى المفاخرة بأبيه، فجعل الختام ختام هذه الفقرة لأنها تمثل أعظم مفاخر عائشة رضي الله عنها، جعل الختام قوي كالبداية، قوي وفي تجديد، لأن قل من انتبه إلى هذه الفضيلة من فضائل عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة رضي الله عنها ربيت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 9 سنين. الآن أنت تسمع الرجل يفاخر إذا بخلق زوجته أنها أتته وهي ابنة 20 سنة، ابنة 25 سنة، يقول: ربيتها أنا على يدي،
ويفاخر بهذا. هذه أتت وهي بالفعل طفل تلعب مع البنات بالعرائس، أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي كذلك لكي تكون قد ربيت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فضيلة عظيمة جدا لم تشاركها فيها أحد من أمهات المؤمنين، بل من جملة الصحابة لم يشاركها فيها إلا عدد قليل منهم علي رضي الله عنه. فإذا أفضل فضائل علي شاركته فيها عائشة رضي الله عنه، إن علي رضي الله عنه يعني مما فضل به أنه ربي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، وهو القائل من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له. فأراد أن يرد الجميل لعمي أبي طالب لما تاجر لخديجة رضي الله عنها، ويعني صار عنده مال ونفق، أخذ علي رضي الله عنه من عمي لكي يربيه له ربا للجميل. فكان هذا مما ادخره الله لعلي رضي الله عنه أنه ينال يكون أول من أسلم من الغلمان، أن يكون ثالث من صلى في الإسلام، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة رضي الله عنها وهو ثالثهما. هذه كلها فضائل لعلي. طبعا يعني أهل السنة لا يحتاجون للتأكيد على حب علي رضي الله عنه، لا نتزلف إلى الشيعة بأن نقول لهم نحن نحب علي رضي الله عنه، لأننا نتزلف ونتقرب إلى الله بحب علي رضي الله عنه، هم يعني علي رضي الله عنه بريء منهم، فليس لسنا في حاجة إلى أن نكرر دائما لهم ونحن نرد عليهم أننا نحب علي رضي الله عنه من باب التقرب، على أساس أنهم أولياء علي، ليسوا بأولياء علي رضي الله عنه، هم أولياء الشيطان. نفس القضية مع النصارى، نحن لا نحتاج أن نتقرب إليهم كما يفعل الكثيرين، يفعل الكثيرون أحيانا إذا جاء الكلام عن النصارى، نحن نحب المسيح عليه السلام ونحب أمه مريم، طبعا هو كلام حق، لكن توظيفه في سياق أننا نتقرب إليهم بأننا نحب هؤلاء، وما شأنهم وشأن المسيح، هم أتباع بولس لا علاقة لهم بالمسيح عليه السلام. كبيرهم في الفاتيكان يقول أن هذا الدين هو مزج بين الفلسفة اليونانية وبين تعليم المسيح، فهم وهم يعني تمام الكلام لو صدق أن يقول وهو إلى الفلسفة اليونانية أقرب. والقضية حتى لو لم يكن، طالما أنه مزج الحق بغيره فقد خرج عن الحق، ولا علاقة له بالمسيح ولا علاقة له بمريم عليه السلام. ذكرنا مرارا أن يعني كتبت الأنجيل بوصاية بولس أو خضوعا لطريقته الخبيثة في مداهنة الجميع، ذهب إلى الرومان طاف بأصنامهم، وجد صنم مكتوب عليه هذا الإله المجهول، قال لهم هذه الآلهة كلها حسنة، ولكن جئت لأعرفكم خبر الإله المجهول هو يسوع المسيح. دخلت النصرانية بولس، هل هذه لها علاقة بنصرانية عيسى عليه السلام الذي دعا إلى التوحيد؟ هذه الطريقة الخبيثة التي أدخل بها هذا الدين في الوثنية. نفس الطريقة أنه جامل اليهود أو أوعز إلى من يدعو في أوساط اليهود ألا يصادم اليهود. فمن جملة الأمور حذف أفضل أو أقوى معجزات عيسى عليه السلام وهي الكلام في المهد. ثم يأتي البعض يعكس القضية يقول من أين أتى القرآن بالكلام عيسى في المهد، ولو كانت هذه ثابتة لكان أولى الناس بذكرها النصارى. نقول يعني هو لو أنصف لتأكد أن هذا رد على من قال وقالوا أساطير الأولين اكتتبه. أين هل الذي ينقل يستدرك على هذه الأساطير، يستدرك على التوراة والإنجيل؟ لو كان كما يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل من التوراة والإنجيل، وما الذي يتفتق ذهن رجل كذاب في زعمهم أنه يأتي للقصة اللي يعتبر إذا قيل من أمتن الناس فيها يقال أتباع عيسى عليه السلام، فيضيف إليها ويضيف إليها شيء في فضل، وهم يزعمون أنه كذاب جاء ليهدم دين الحق الذي هو دينهم في زعمهم، فهل يأتي لكي يهدمه فيعضده أو يعضد من دعا إليه، أم أنه جاء يعضد
دين عيسى عليه السلام في مقابل الدين المحرف المنسوب لعيسى عليه السلام. وفوق هذا عند التأمل تجد ان انكار ان اذا استبعدت قصة كلام عيسى عليه السلام في المهد يبقى يلزم تصديق اليهود في اتهامهم لمريم عليه السلام، لان شرعا وقانونا وعرفا وفي كل اعراف الدنيا المرأة التي تلد بغير زوج بغي. فإذا قيل امرأة جعلها الله آية لابد أن يعطيها آية ظاهرة لكي يقال أن حملها آية. ولذلك كلام عيسى عليه السلام في المهد معجزة كانت ضرورية، ولولاها لكان يحق لليهود أن يرموها بالزنا، وهذا ما سكتت الأناجيل عنه، بل وسكتت عن اتهام اليهود ما يحكونه عن اتهام اليهود لعيسى عليه السلام بأنه ابن زنا وهو سكت. فإذا كانت هذه الأناجيل تحاب اليهود أو لا تريد أن تصطدم معهم في اعتقادهم الفاسد في مريم عليه السلام أنها بغي والعياذ بالله، ولا ثبات ولا إثبات لبراءتها إلا بهذه المعجزة. إن قالوا لا لم يكن هناك حاجة لهذه المعجزة كنوع من المعاندة والمكابرة، نقول في أناجيلهم أن ملاك الرب أتى ليوسف خطيب مريم في خطيب مريم. هذه قصة يوسف النجار لا وجود لها في شرعنا، لا ندري هل هو شخصية حقيقية أو وهمية، ولكن نقول هو أتى لكي يقول له أن خطيبته طاهرة وأن هذا الغلام الذي في بطنها هو يعني مسيح الرب إلى غير ذلك. فإذا احتاج أقرب الناس إليها إلى بينة أنه يأتي ملاك الرب لكي يثبته ولا يتهم مريم عليه السلام، إذن هم يقرون بأن إيه؟ هناك حاجة إلى آية تبرئ مريم عليه السلام، فجعلوا هذه العلامة لم تأتي إلا ليوسف النجار. طب باقي اليهود عندهم ان مريم وقعت مع يوسف النجار، فاذا هي متهمة وهو ايه؟ متهم انهما تعجلا قبل ان يتم الزواج. فاذا كأن كتابهم يؤيد وجهة نظر اليهود، او على الاقل يعني يبرئهم انهم كانوا معذورين اذ ظنوا ما ظنوا. واما القرآن فهو الذي برأ مريم عليه السلام. نحن لا نتقرب إلى هؤلاء الكذابين بحب المسيح وأمي، بل نقول لهم نحن نفاخرهم بأننا الأتباع الحقيقيين لجميع الأنبياء، أن كتابنا كتاب الله الذي بين أيدينا هو الكتاب الوحيد الذي يبرئ مريم عليه السلام وليس كتابهم. وأما أن يقال لهم نحن بهذه الصيغة التي تقال كأنه اعتراف ضمني بأنهم هم أتباع عيسى عليه السلام، ونحن لا نقر لهم بذلك مطلقا، بل هم أتباع بولس أو أتباع إبليس لا يهم، هم أتباع يعني شياطين الجن والإنس معا. نقول إن يعني الشاعر فاخر هاهنا على لسان عائشة رضي الله عنها مفاخرة عظيمة جدا من أنها ربيت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. من ذا يفاخرني وينكر صحبتي ومحمد في حجره رباني. وكان هذا في موقعه في القصيدة في غاية الحسن، انه يكون ختام قوي لفقرة فخرها بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، لينتقل الى فخرها بأبيها. فيقول رحمه الله على لسانها رضي الله عنها: وأخذت عن أبوي دين محمد وهما على الإسلام مصطحبان. يعني عائشة رضي الله عنها يعني ولدت في الإسلام لأبوين مسلمين، وأمها أم رومان رضي الله عنها يعني ممن سبقت إلى الإسلام ويعني أسلمت مع زوجها في أول الأمر. تقول: وأبي أقام الدين بعد محمد، فالنصل نصلي والسنان سناني، والفخر فخري والخلافة في أبي،
حسبي بهذا مفخرا وكفاني، وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد وحبيبه في السر والإعلان. إذن بتفاخر بمناقب الصديق، كأن هنا القصيدة انتقل رحمه الله على لسان عائشة من فخرها الشخصي لفخرها بأبيها، وهو الصديق الأعظم ثم هو الخليفة الأول، وهاتان فضيلتان عظيمتان. تقول نصر النبي بماله، يقول رحمه الله على لسان عائشة رضي الله عنها: نصر النبي بماله وفعاله وخروجه معه من الأوطان، ثانيه في الغار الذي سد الكوى بردائه أكرم به من ثان. يعني قصة أن أبا بكر رضي الله عنه سد الجحور في الغار خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مشهورة في السير مما يقال فيها تغني شهرتها عن إسنادها. طالما أنها ليست في مجال الأحكام، ليست في مجال استنباط الأحكام، يمكن اعتبار الشهرة معيار لقبول يعني مثل هذه الأمور. أما في الأحكام فالأمر دين لابد من الاستفاق منهم. أما يكون هو ثاني اثنين فهذا نص القرآن في قوله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. طبعا بعض لا نقول يعني كلمة ضلال لا تكفي عندما تأتي تناظر واحد تقول له فضائل الصديق في القرآن، يعني هذه الآية تدل على مناقبه رضي الله عنه وتفيض حبا من الله عز وجل لصاحب نبي صلى الله عليه وسلم. أي إنسان يدرك لغة العرب أو حتى ترجم هذا الكلام للغة العجم، للغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الأردية أو أي لغة يشاءون، إنه يوصف شخص يعني ما بإنه كان الثاني لآخر، الأول محبوب باتفاق الجميع، الكلام لله عز وجل ويتكلم عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر، والرسول الله عز وجل أكرم الخلق على الله وأحبهم إليه، هذا كله متفق عليه. فإذا هذا كلام من الله عن شخصين، الأول هو أحب الناس إليه باتفاق الطرفين والخصمين، وأما الثاني فوصفه أنه ثاني اثنين، ابن الثاني كان الثاني مع الأول في رحلة شاقة معروف، وإنه كان هذا في محنة وبلاء وهما في الغار، وسماه صاحبة، ونقل الحوار الذي دار بينهما إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معية من الله تبارك وتعالى، مع أننا نعلم أن المعية قد تكون بمعنى العلم والإحاطة أو تقتضي العلم والإحاطة وهي معية عامة، ومعية تقتضي النصرة والتأييد وهي معية خاصة، ولكن السياق هنا كله يدل على الحب والثناء، وأن هذا الثاني للأول تقول ثاني، فإذا كان على نفس طريقه لا يمكن يكون خصمين وتنسب إليه ذلك في هذا السياق. فإذا قال القائل كما يقول بعض يعني أغبياء الشيعة أن يقول هذه ليست فيها فضيلة، إيش أن يكون أول وثاني، وإيه ما فيها أن يكون في غار، وما فيها أن يسمى صاحبه، وماذا استفدنا من أن الله معهما؟ إذا وصلت إلى هذه القضية فأمسك عن المناظر، مثل ذلك لا يناظر، يعني مثل ذلك تقول ليس من المروءة أن تناظر من كان هذا حاله. فهذا إما غارق في النفاق وإما غارق في الغباء، وهذا لا يجدي معه لا كلام لا بلغة العرب ولا بلغة العجم ولا بلغة الإشارة، وهؤلاء لا يجدي معهم إلا لغة السيف. إذا وصلت إلى هذه المرحلة من هذا الغباء المستحكم، وبالتالي جعل الله تبارك وتعالى الرد على هؤلاء في القرآن في غاية الوضوح. هذه بلا شك هذه الآية من الفضائل العظيمة لأبي بكر رضي الله عنه، لا يمكن أن يحد عنها إلا بدرجة من درجات الاستغباء التي لا مناص منها. يقول رحمه الله على لسانه رضي الله عنها:
في مدح أبيها أبي بكر رضي الله عنه، ثانيه في الغار الذي سد الكواء بردائه أكرم به من ثاني، وجف الغنى حتى تخلل بالعبا زهدا وأذعن أيام إذعاني، وتخللت معه ملائكة السماء وأتته بشرى الله بالرضوان. في الواقع هذين البيتين يعني لا نرى أن يقال فيهم أن الشهرة تغني عن الإسناد، لأن فيهم شيء غيبي، وهو أن الملائكة صنعت كصنيع أبي بكر. الوارد في ذلك حديث لا أصل له، وحتى إن كان متداول، فإن إن إن أبا بكر رضي الله عنه لما تصدق بكل مال افتقر، فكان عنده عباءة فيها خلل من القدم، فكان يربط بين هذه الخلل، فنزل جبريل عليه السلام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يقرأ أبا بكر السلام ويخبره أن حملة العرش تخلل كتخلله. وفي إسناد هذا الفعل للملائكة شيء غيبي، فحينئذ لا نقول أن الشهرة تغني عن الإسناد، بل نقول إما أن يثبت الإسناد وإما ألا أن يعني نعتقد ذلك. فإذا هذا مع أنه يقال في من فضائل أبي بكر وساقه الشاعر، إلا أنه في إثبات، لا على الأقل في إثبات أن الملائكة تشبهت به لا نعتقد ذلك. ثم يعني يقول رحمه الله على لسانه رضي الله عنها: وهو الذي لم يخش لومة لائم في قتل أهل البغي والعدوان، قتل الأولى منعوا الزكاة بكفرهم وأذل أهل الكفر والطغيان. طبعا قتال منع الزكاة من أعظم مناقب أبي بكر رضي الله عنه، لا سيما وقد خالفه يعني الصحابة الكبار وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه، ومعروف من هو عمر في الشدة في الحق. وهذا يدل أن حتى هذه الحيثية كان أبو بكر رضي الله عنه فيها أفضل من عمر رضي الله عنهم. يعني لما تكلمنا مثلا عن الموازنة بين خديجة وفاطمة وعائشة رضي الله عنهن، ذكرنا أن لكل واحدة مزية، بس عند التقييم العام خديجة أفضل. عند التقييم بين أبي بكر وعمر، حتى في أكثر صفات عمر التي اشتهر بها وهي القوة في الحق، كان أبو بكر رضي الله عنه أفضل منه فيه، لأنه كان إذا جدت الأمور كان تظهر قوته في الحق، كما في يعني تماسكه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في موقفه في حروب الردة. بالفعل من تأمل في مواقف أبي بكر يدرك أن الفرق بين وبين أقرب الناس إليه وهو عمر رضي الله عنه فرق كبير. ثم يعني عمر رضي الله عنه كان أيضا يعني في قوة إيمانه وعلمه وفقه وموافقة الله تبارك وتعالى له في مواطن أيضا يعني يفوق من بعده، ولذا كان وزيري النبي صلى الله عليه وسلم، استحق هذه المنزلة بما حباهما الله به من علم وفضل وقوة في الإيمان. ثم يعني يقول رحم الله على لسانها رضي الله عنها في مدح أبيها رضي الله عنه: سبق الصحابة والقرابة للهدى، هو شيخهم في الفضل والإحسان، والله ما استبقوا لنيل فضيلة مثل استباق الخيل يوم رهان، إلا وطار أبي إلى عليائها فمكانه منها أجل مكان. في الواقع هذا البيت في التأثر بطريقة القرآن في التصوير، إنه الأمثال القرآن صورة أمام صورة تقوي المعنى وتجليه. في الواقع وفق جدا أيضا العلامة ابن بهيج أن يجري على لسان عائشة رضي الله عنها مدح عامة الصحابة في سياق مدح أبيها، فيا لا تمدح وتغمط غيره، بل تقولهم كلهم يستبقون إلى الفضائل.
ويسارعون إليها مثل استباق الخيل يوم رهان، يوم مسابقة. فهذه توصيف دقيق لحال الصحابة رضي الله عنهم. ومع هذا كان في النهاية أبو بكر رضي الله عنه أيضا يقول على لسانه رضي الله عنها: إلا وطار أبي إلى عليائها. فتمثل الصبق العالي الذي حازه أبو بكر رضي الله عنه. يقول على لسانها رضي الله عنها: والله ما استبقوا لنيل فضيلة مثل استباق الخيل يوم رهان إلا وطار أبي إلى عليائها، فمكانه منها أجل مكاني. ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختاء وبعداوة الأزواج والأختان، الأصهار هم يعادون أبا بكر وعمر وعائشة وحفص، زوجتان وصهران. فإذن أين الأهل؟ وهذه قضية مهمة جدا، التأكيد على أن الأزواج من آل البيت، وهذا طريقة القرآن. يعني القرآن يعني يسمي الزوجة أهلا، فلما صار بأهله، فإذا الزوجة داخلة في الآل جزما. ولكن لما باهل النبي صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران، خرج بعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، وقال: هؤلاء أهلي. لماذا؟ لأن المباهلة استعجال للعذاب على الكاذب. فلو إن الرجل خرج يباهل بزوجته، قد يقال أنه كاره له، أنه سوف يطلقها، ولكن يباهل بعروة لا تنفصل، وهي عروة الإيه؟ البنوة. وبالتالي كان هنا ناسب أن يخرج بأبنائه، لا بالقرابة البعيدة بنو عمومته، ولا بالأزواج، ولكن خرج بفاطمة وأبنائها. وعلي رضي الله عنه خرج باعتبار زوج لفاطمة، وأب لأحفاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن علاقة الأزواج، الزوجة من أهل بيت الرجل، زوجة الرجل من أهل بيته. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهم خصوصية، أنهن أن العلاقة بين لا يمكن أن تنفصل. يعني أي زوجة هي من أهل بيت الرجل الآن، وربما أراد أن يطلقها فخرجت من أهل بيته. ولكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن امتحنهن الله، ثم يعني اخترن الله ورسوله، ثم جعلهن الله أمهات للمؤمنين، فعلم من ساعتها أن هذه العلاقة لن تتغير. فهم كانوا من آل البيت جزما في الدنيا والآخرة. كان الصحابة يعرفون هذا في بعد ما نزل قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وكرره عمار رضي الله عنه لما أرسله علي رضي الله عنه، وأرسل معه ابنه الحسن يستنفر أهل الكوفة، فقال عن عائشة رضي الله عنها: والله إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة. انظر الأدب. قال: ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعوه أم تطيعوه. فعمر رضي الله عنه خالف عائشة رضي الله عنها في اجتهادها، ووجد أن علي رضي الله عنه هو المصيب، وأنه لابد أن يؤيد وينصر، بينما عائشة لم تكن مع أي من الفريقين، لأنهم يكذبون ويجعلونها كانت مع يعني طلحة والزبير رضي الله عنهما. ومع هذا فحتى لو كانت، هذا اجتهاد منها، ولكن هذا لم يحصل، وإنما خرجت للإصلاح. ومع هذا كان عمار رضي الله عنه يرى أنه إذ يستنفر الناس لما يرى من وجوب نصرة علي رضي الله عنه، أنه لما رد على اجتهاد عائشة رضي الله عنها رد بهذا الأدب الجم الذي يناسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويل لعبد خان آل محمد
بعداوة الأزواج والأختام. طوبى لمن والى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان، بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان. من آمن من بني هاشم وبني المطلب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون بين وصف الصحابة وآل البيت، وأما سائر الصحابة فانفردون بوصف الصحبة. وأما مؤمني بني هاشم وبني المطلب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هم من آل البيت، لهم شرف أنهم من آل البيت ولكن ليس لهم شرف الصحبة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة الذين ينتمون إلى آل البيت مع سائر الصحابة بينهم من الألفة العظيمة التي لا يمكن إحصاء مواقفها من معرفة كل فريق بفضل الآخر وشرفه وإنزاله منزلته. حتى أن عمر رضي الله عنه لما كتب الدواوين، يعني كل أمر يعني يكون في فرصة لتقديم القرابة دون أن يكون هناك مؤهلات معينة، الإفتاء والقضاء والخلافة وضعت في أولى الناس بها كما رتب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بإشارته لفضاء الأصحاب وليس بالنص كما يزعم الشيعة. ففضاء أبي بكر وعمر لا تحصى كثرة كما يقول علي رضي الله عنه: وحسبك أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى من المرات يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وفعلت أنا وأبو بكر وعمر. لكن عمر رضي الله عنه رغم أنه هو قبل أن يكون الخليفة الثاني لمعرفته بالمهمة التي يعني نيطت به، لما جاء يكتب أسماء الناس في الدواوين هنا فرصة لتقديم آل البيت، قال: اكتبوا الناس على حسب درجة قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ألا نبدأ بك يا أمير المؤمنين؟ قال: بل ضعوني حيث وضعني الله. فإذا عمر ضعوني من بني مخزوم، يعني معنى ذلك أنه يكون قبل منه جميع بنو هاشم وجميع بنو المطلب وجميع بل جميع بنو عبد مناف، ثم يكون هو رضي الله عنه. لكن هذا فضل واحترام يمكن أن يقدمه لآل البيت فقدمه، والأمثلة على ذلك كثيرة معروفة: بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان، هم كالأصابع في اليدين تواصلا، هل يستوي كف بغير بنان؟ يعني الإصبع الواحد إذا نزع من اليد تفقد اليد 90% من قوته، فكيف بمن يأتي يريد أن يزيل معظم اليد، معظم الصحابة؟ لأنه حتى هم الشيعة قبحهم الله في دعواهم لانتصار لآل البيت يغفلون العباس وأبنائه وغيرهم من بني المطلب ومن بني هاشم وبني المطلب، ويخسرون الأمر على علي رضي الله عنه وذريته وستة من الصحابة أو نحوهم يزعمون أنهم نصروا عليا دون غيرهم من الصحابة. فيقول رضي الله عنه على رحمه الله على لسانه رضي الله عنه: هم كالأصابع في اليدين تواصلا، هل يستوي كف بغير بنان؟ ثم يقول على لسانه مبينا المحرك الرئيسي لهذا الحقد من هؤلاء على عائشة رضي الله عنها، لأنه مسبوق بالحقد على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم استتبعوا حقد على عائشة وحفصة رضي الله عنهم، فصار الكذب على هؤلاء الأربعة أكثر ما يكون. وهذا لأن يعني كما قال بعض أهل العلم أن الشيعة بذرة نصرانية زرعتها أيد يهودية في تربة مجوسية. لما يعني انتشرت جيوش الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى على الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومانية، الرومان هزموا في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر معاقلهم خارج
الإمبراطورية الرومانية في الشام ومصر، فرجعوا إلى أوروبا موطنهم الأصلي، يعدون فيه العدة لحرب جديدة، وجاءوا بعد ذلك بقرون في الحروب الصليبية. أما الفرس فمزق الله ملكهم من جراء تمزيق ملكهم لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمزق الله ملك، فسقطت الإمبراطورية الفارسية في بلادها، لم يعد لهم مأوى. فلاذ من لم يدخل الإيمان في قلبه منهم بالنفاق، صار هؤلاء منافقون موجودون يتحينون الفرصة، هم الذين أشعلوا الثورة على عثمان رضي الله عنه. إذن حادثة السقيفة والخلاف على، لم يكن خلاف بين أبي بكر وعلي رضي الله عنهما، كان الخلاف المهاجرين والأنصار، فلما استقر الأمر على المهاجرين كانت الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه قولا واحدا، ومضى زمن أبي بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه في واجهة الصورة من كبار المسلمين الذين يستشارون، ثم جاء وقت عمر فعلى شأن علي رضي الله عنه جدا، حتى قال يعني أثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: أعوذ بالله من واقعة ولا أبا حسن له، يعني هو يستعيذ بالله أنه يأتي شيء ولا يجد علي رضي الله عنه يستشيره، دلالة على أنه مستشاره الأول وقاضي على المدينة. كل هذا كان هؤلاء لم يستطيعوا بعد أن يعملوا عملهم، كانت بداية العمل قتلهم لعمر رضي الله عنه، قتلوا أبو لؤلؤ المجوسي الذي له مقام إلى الآن معد وللزيارة والتكريم في إيران، والحمد لله أخيرا أدرك دعاة التقريب، دعاة وهم التقريب، جزء من أكاذيب القوم، حتى أن الأزهر نفسه قال أن دعاوى التقريب أو جهود التقريب معلقة على هدم مقام أبي لؤلؤ المجوسي في إيران. كان الـ يعني وهم عظيم، وهم التقريب في الوقت الشيعة يريدون أن دعاة السنة يسكتون عليهم، لا يحذرون الناس من شرهم، لينتشروا هم كالسرطان، وأما في بلادهم فيربون أبنائهم على الحقد والكراهية كما ينبغي أن تكون وأشد، فيعظمون هذا الرجل المجوسي لأنه قتل عمر رضي الله عنه. هي هذه القضية، بداية دين الشيعة، نقطة هؤلاء الزنادقة كانت بداية نجاح مخططهم قتل عمر رضي الله عنه، ثم إثارة الفتن في عصر عثمان رضي الله عنه، ثم استثمار الخلاف الذي نشأ عن طريق مطالبة طلحة والزبير ومعاوية رضي الله عنهم بدم عثمان، والخلاف الذي دار بينهم وبين علي رضي الله عنه الذي بويع بالخلافة بعد عثمان، ثم أسسوا ذلك الدين. وبعد ما أسسوا بدأوا يبحثون عن نقطة يلغون بها تاريخ الأمة كله، يعني لا يكون البداية الخلاف بين علي رضي الله عنه ومعاوية، جعلوا البداية من حادثة من واقعة السقيفة. كان بعض الشيعة الآن يخجل من هذا الأمر، يقول نحن بذلك نصف أن علي رضي الله عنه اختفى تماما من واقع المسلمين يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يظهر إلا يوم أن بويع له بالخلافة. يقول مع أن كتب السنة تجعله أحد سادات المسلمين وعظمائهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، فيقول كيف يبالغ السنة في إبراز أثر علي رضي الله عنه ودوره في تأسيس دولة الإسلام وإمبراطورية الإسلام، بينما نحن معشر شيعة علي نجعله قد اختفى اختفاء مريبا منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بويع بالخلاف. أقول يعني الإجابة أن السنة، يعني هم السنة ليس عندهم، ولا يعني يجعلون الولاء لهذا على حساب ذاك ولا العكس، هذه القضية. في الواقع كثير من الشيعة الآن بيحاول يناشد يعني العمائم السوداء أنه يبتدوا الخلاف من زمن من بعد مقتل عثمان
رضي الله عنه، أو على الأقل يبتدوه من وقت الشورى بعد مقتل عمر، ده كنوع فقط من محاولة التجمل، ولو أنصفوا لأخذوا بكلام أهل السنة تماما. في الواقع أن بعض الشيعة يعني كتب أنه بيخجل من نقطتين أساسيتين إذا تم الموازنة في بين منهج الشيعة ومنهج الوهابية كما يسميه، قضية تعظيم الإبراز الوهابية على حد تعبيره للدور الكبير لعلي رضي الله عنه في تأسيس دولة الإسلام، في مقابل أن الشيعة جعلوه صفرا طوال هذه الفترة. والأمر الثاني يعني منطقية منهج الوهابية في ألا تكون العبادة ولا التقديس ولا التعظيم إلا لله، بينما يخجل من الشيعة وتبركهم بتربة القبور وتمسحهم بالأضرحة ونحو ذلك. وسبحان الله يعني الدين الإسلام هو دين الفطرة، والانحرافات التي توجد عند هذه البدع عند أهل البدع أيضا خروج على الفطرة. أتجد بعض من يتأمل يجد يعني ينبهر بما يوافق الفطرة من الحق كما قال. فالمقصود هنا أن الزنادقة المجوس هم الذين يعني كانوا يتربصون. من الذي أدار لهم المعركة أو من الذي ألقى لهم أول بذرة؟ كان عبد الله بن سبأ اليهودي. لذلك نقول أيدي يهودية هي التي زرعت واستثمرت حالة الحنق والحقد من الزنادقة المجوس على الخليفتين اللذين هدم الله بهما إمبراطورية الفرس، وأخذوا كما حرفوا دين النصرانية قبل هذا يعطون إليهم من أنواع البدع لكي يكون هذا الدين هدم للإسلام ككل، يعني ليس فقط حقد على الصحابة بل وإدخال الشرك وتأليه الأشخاص اللي بلغ وجه أو بدأ في أعلى درجات الغلو عند عبد الله بن سبأ في ادعاء إلهية علي رضي الله عنه، ثم لما يعني قطع الله دابر السبائية بقي آثار، يعني وإن لم يقولوا إن علي رضي الله عنه إله لكن يصفونه بكثير من صفات الإلهية، وكذا الأئمة الاثنى عشر وكذا فاطمة رضي الله عنها. أو ياسر الخبيث هذا نفسه عقيدته في فاطمة رضي الله عنها أفحش من عقيدة النصارى في عيسى عليه السلام، هذا كلام موجود في موقعه على الإنترنت. فكانت هذه القضية حقد على الخليفتين اللذين هدم الله بهما إمبراطورية الفرس. طبعا بعد ذلك حدثت واقعة كربلاء، ووجد الشيعة فيها المبكاة العظمى اللي يحملوا بها أهل السنة عبر التاريخ جرم مقتل الحسين، مع أنهم هم المجرمون هم المسؤولون، عندما أغروا أن يخرج وسلموا الجيش من المرتزقة الذين لا يعرفون إلا الأوامر، وذا يعني فتنة موجودة في كل زمان ومكان، مشكلة الغشم الجنود الغشم الذين لا يعني يمكن أن تأتيهم أوامر بقتل يعني ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفعلون، فلا تستغرب ما يحدث من غيره، يوجد في كل زمان ومكان. هل أهل السنة الذين حاولوا منع الحسين رضي الله عنه من الخروج هم الآثمون، أم من أغرى بالخروج ثم جبن وسلموا إلى هذا الجيش؟ وكيف يحاكم أهل السنة عبر التاريخ بفعل يعني مجموعة من الأعراب الغلاظ الذين لا يعرفوا يعني حرمة الدين ولا حرمة يعني ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان أحد مسؤول فهم الشيعة الذين أغروه ثم يعني تركوه يواجه هذه الجنود الغشيمة وحده. فصار عندهم ثلاث قضايا ترتيبها التاريخي الاختيار أبي بكر الخلافة، رغم أن عندهم أن في نص على علي، وإذا قيل لهم وهذا النص هو ركن الدين الأعظم تقول لهم كيف ترك علي رضي الله عنه ركن الدين الأعظم؟ يقولون تركه تقيا، هذا جبن أن يترك هذا. ثم إذا كان تركه تقيا فلما تتركونه أنتم؟
يقولون لم يشأ أن يظهر بصورة المنازع عن الدنيا. طب لما تنازعون أنتم؟ فيبقى القضية الأولى عندهم السقيفة، القضية الثانية اختيار عثمان على علي، لأن جات الفرصة للتصحيح لكن لم تتم في وجهة نظرهم، وهذا ينفي أباطيلهم بوجود نص على علي رضي الله عنه. لا لا لا، لم يستعملوا في وجه أبي بكر ولا في وجه عمر، لأنه لم يستشرف للخلافة في وجودهما أصلا. وعندما استشرف للخلافة في وجود عثمان لم يستند إلى نص، وإلا لم يكن هناك شورى، ولم يكن أنه يصبر حتى يتم التحكيم ويرضى بنتيجة منها. ثم كان الواقعة الثالثة وهي مقتل الحسين رضي الله عنه، وهم وهي الأصل في تهييج المشاعر الحمقاء في دين الندب واللطم والعويل دين الشيعة. طبعا مراسم اللي بتتم في كربلاء من التعذيب وإدماء النفس يشابه طقوس نصرانية في الاحتفال بما يسمونه صلب عيسى عليه السلام، يعني مأخوذة بحذافيرها وموجودة حتى الآن، وإن كان النصارى بدأوا يخجلون منها ويتركوها، لكن بعضهم يصنعها ويدمي نفسه، ويعني وهذا مما نقلوه عن هذه الأديان المحرفة. إذن القضية قضية حقد على يعني حملة الإسلام. ولذا يقول رحمه الله على لسانها رضي الله عنها: حصرت صدور الكافرين بوالدي وقلوبهم ملئت من الأضغان. ثم يقول في بيان أنها يعني أن أهل السنة يعني يحبون الصحابة جميعا، ويقول هذا على لسانها على لسان عائشة رضي الله عنها: حب البتول وبعلها لم يختلف من ملة الإسلام فيه اثنان. البتول لقب لفاطمة رضي الله عنها، الظاهر في التبتل هو الانقطاع، ويطلق على من لم يتزوج ويطلق على أي انقطاع. فالظاهر أن هذا اللقب كان لانقطاعها عن زمان نسائها، وهذا مما قد يرجح أنها تفوق عائشة رضي الله عنها في الفضل، لأن بعد وفاة خديجة رضي الله عنها الموازنة بين فاطمة وعائشة رضي الله عنهما، والظاهر كما ذكرنا أن فاطمة رضي الله عنها أفضل حتى لقبت بالبتول، أي المنقطعة عن نساء زمانها. طبعا ياسر الحبيب عنده لقب الزهراء، وده لقب يكثر الشيعة من ذكره، والسر سر هذا اللقب عنده وعند إخوانه من الشيعة يعني إن هي كان من ضمن قدرتها التكوينية في الكون، وعنده إن فاطمة رضي الله عنها لها قدرة تكوينية يعني تقول الشيء يكون فيكون، ولها سلطة تشريعية تحل ما تشاء وتحرم ما تشاء. فمن ضمن قدراتها التكوينية أنها كانت تزهر بأضواء مختلفة لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ولكن الضوء كان بينتشر لا ندري رغما عنها أم بإرادتها، لكن هو بيقول كده هي تزهر لأمير المؤمنين فتضيء كل بيوت المدينة. يجوا في ساعة الشروق يجدوا أن بيوتهم امتلأت ضوء أحمر، وساعة العصر يلاقوه أصفر، لا أذكر ثلاث ألوان في ثلاث أوقات. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون، يقول هذا وجه إيه؟ فاطمة وهي تزهر لعلي، مع أنه اتكرر كل يوم ويسألوا برضه كل يوم. طبعا قصص يعني يعني الإيه؟ حكايات ألف ليلة وليلة، التراث المجوسي واضح جدا، تراث القصص الخيالي للثقافات الشرقية واضحة جدا. فده سبب تسميتها بالزهراء عند الشيعة. طبعا هذا موجود في مرجع شيعي قديم، لكن أنا أذكر إن ده من جملة ما يعني نقله ياسر الحبيب معجبا به ضمن مقال بيستند، مقال موضوعه إن عائشة إن فاطمة رضي الله عنها في زعمه لها قدرة تكوينية وسلطة تشريعية، وهذا هو الكفر بعينه.
يقول رحمه الله على لسانها رضي الله عنها: حب البتول وبعلها لم يختلف من ملة الإسلام فيه اثنان أكرم بأربعة أئمة شرعنا فهم لبيت الدين كالأركان، الخلفاء الأربعة، نسجت مودتهم سدا في لحمة فبناؤها من أثبت البنيان. نسجت الخطوط العرضية والطولية في النسيج، فلا يستطيع أحد أن يفصل هذه الخطوط إلا بإفساد النسيج ككل. فمن يقول نوالي آل البيت دون الأصحاب فاعلم أنه يريد أن يفسد ذلك النسيج. نسجت مودتهم سدا في لحمة فبناؤها من أثبت البنيان، الله ألف بين ود قلوبهم ليغيظ كل منافق طعان، رحماء بينهم صفت أخلاقهم وخلت قلوبهم من الشنآن، فدخولهم بين الأحبة كلفة وسبابهم سبب إلى الحرمان. هؤلاء السبابة يعني تكلفوا الدخول بين الأحبة وبالإفساد، ولذلك فهذا الذي يفعلونه سبب إلى حرمانهم. جمع الإله المسلمين على أبي واستبدلوا من خوفهم بأماني. وإذا أراد الله نصرة عبده من ذا يطيق له على خذلاني. ثم يقول رحمه الله على لسانها رضي الله عنها: من حبني فليجتنب من سبني إن كان صان محبتي ورعاني. البراءة من الشرك وأهله، والبراءة من البدعة وأهلها، لا سيما إذا كانت بدعة غليظة شنيعة تقوم على هدم السنة وعلى هدم الأعلام وعلى إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيتي. إذن لابد من البراءة من هؤلاء. من حبني فليجتنب من سبني إن كان صان محبتي ورعاني. وإذا محبي قد ألظ بمبغضي فكلاهما في البغض مستويا. إذا محب عائشة رضي الله عنها صاحب ولم يجد غضاضة في أنه يلتصق ويرتبط بمن يبغضها، فإذا قد قدم أي أمر آخر على محبته لأمه من وين عائشة رضي الله عنها، فهو كالمبغض لها، فكلاهما في البغض مستويا. وهذا لو أن يعني امرأة سبها رجل فخاطبت أبناءها بهذا الأمر لكانت منصفة. إذا كانت امرأة وقع فيها من وقع فتقول لأبنائها: من حبني فليجتنب من سبني إن كان صان محبتي ورعاني. وإذا محبي قد ألظ بمبغضي فكلاهما في البغض مستويا. في الواقع من سبت أمه سيقول لها: وهل أنت في حاجة لأن تقول ذلك؟ هل فقط نجتنبه؟ ده الأمر أعظم من مجرد الاجتناب. لكن للأسف يوجد من ينازع في هذا، دعاة التقريب، ولكن يعني من باب الإنصاف معهم نحن نسألهم: أنتم تدعوننا إلى التقريب مع الشيعة، هل تعتقدون أنهم يسبون عائشة رضي الله عنها؟ هل تعتقدون أنهم يترددون على الأقل في قضية القرآن وعصمة القرآن من الزيادة والنقصان؟ هل تعتقدون أنهم يسبون أبا بكر وعمر؟ هل هل هل؟ فإن قالوا نعم نقول لهم: أنتم وهم سواء، طالما أن أنتم تريدون منا أن نسكت وأن نحب وأن نداهن من يفعل هذا بمقدساتنا وحرماتنا وحرمات بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قالوا لا، وهذا غالب حاله، كل من يدعو إلى التقريب يقول هذا لا يحف، كان قديما ربما عذرت من يقول لم يحدث، كان الاتصالات ليست كهذه الصورة، أكان يقول هذا كلام يعني قديم وقالوا بعض السفهاء وعامة الشيعة لا يقولون بهذا. مع أن يبقى السؤال: ما الذي جعلهم شيعة إذن؟ ولكن الآن إذا قال لا بل لا يقولون، قل
أما رأيت إلى ياسر البغيض؟ أما رأيت إلى هذا الذي بصق مسؤول إيراني كبير على قبل أبي بكر وعمر؟ ألا تسمع إلى فضائيه كذا فضائيه كذا فضائيه كذا؟ الدنيا تغيرت والكلام مطروح. فإن تراجع فبها ونعمت، وإن قال بل نفرق، من يقول هذا الكلام نعاديه، ومن يتبرأ منه يمكن أن نتقرب معه. نقول قاربت فلنكمل. إذا افترضنا جدلا أن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية منهم معتدلون كما يقولون، ومنهم زنادقة سبابة طعانة، فينبغي لمن يدعو للتقريب أن يوضح. لا، قبر أبو الأولياء المجوسي في إيران، والبعض يريد منا أن نصدق أن هذا لا علاقة له بقتل عمر، أو البعض يريد منا أن نصدق أن الحكومة الإيرانية ديمقراطية إلى الدرجة التي لم تمنع هؤلاء الزنادقة من إقامة ضريح. يقول رجل سفيه أقام ضريحا ونحن لا نتعدى على حريات الناس. لا، لا ينبغي أن يعني هذه الدرجة المفرطة في السذاجة يعني لا يليق أن يخاطب بها جموع الأمة. معروف إيران في قمة الدكتاتورية، والمن يراد أن يعرف ينظر إلى طريقة تعاملهم مع أهل السنة، بل إلى تعاملهم مع المعارضة، ليست المعارضة التامة، المعارضة الإصلاحية من داخل نفس النظام، كيف كان هناك القتل والضرب. ولكن على أين إذا جاء أحد وقال هناك فرق، هناك بعض الشيعة يقولون هذا الكلام ونحن ندعو للتقريب مع من لا يقول؟ نقول له قبل أن نتكلم ونخطو نصف خطوة في موضوع التقريب، عليك أنت ومن ادعيت أنهم عقلاء أخرجهم لنا، سمهم لنا فلان وفلان وفلان، هؤلاء عقلاء. ثم يخرج من يدعو إلى التقريب مع هؤلاء العقلاء، فيثنون على أبي بكر وعمر وعائشة وحفص رضي الله عنهم كما نثني نحن عليهم أهل السنة، ويؤكدون أن المصحف المطبوع في السعودية وفي مصر وفي غيرها من بلاد المسلمين السنة هو المصحف ولا مصحف غير، وأن من قال بغير ذلك فهو كافر مرتد، إلى غير ذلك من القضايا. هذه أبرز القضايا. فإذا قالوا ذلك بدأنا نسألهم لماذا أنتم شيعة ونحن سنة؟ أما أن يخرج يأتي ياسر البغيض يسب عائشة رضي الله عنها فيخرج أساتذته يقولون سب رموز السنة أمر غير لائق، شنو ده؟ قال كلام أحسن من كلام. يعني شنو ده لما جه خرج بشوي قال اللي قاله، وطلع قال ما يعني سب كتاب المسلمين يؤلمهم، وأنا أحزن. هو لا يتأسف عن شيء لم يفعله كما يقول، قالوا نحن نأسف أن نجرح شعور إخواننا المسلمين. هذه ليست قضية اعتقاد، هذه مجاملات سياسية. عندما تتحول عائشة رضي الله عنها إلى أنها رمز للسنة ويكون الإمساك عنها فقط حتى لا نجرح السنة، إذن هم يقرون على أنفسهم أنهم يصدقون كلام هذا الكافر الزنديق عليها. فإذا قلنا أنهم أهون شرا منه يعني فلا ينبغي أن يقال أن هؤلاء يصح أن نتقرب معهم. لابد اللي من يزعم لنا وجود شيعة عقلاء، وقد يوجد لكن لا ليسوا من صناع القرار لا في إيران ولا في لبنان ولا حتى في الخليج، الشيعة الموجودين في السعودية والبحرين والكويت يترأس عليهم الطواغيط الذين هم أشبه الناس بالأحبار والرهبان، وهم يستفيدون من الترأس على أتباعه. وربما ذكرنا في مناسبات أخرى إنه ما يغلو أحد في نبي ولا في ولي إلا ويريد أن ينسب هذا الغلو لنفسه. الأحبار والرهبان قالوا أنهم ورثوا معجزات عيسى عليه السلام، وأئمة الشيعة ورثوا التشريع المطلق الذي أعطوه لفاطمة رضي الله عنها، ثم أعطوه للحسين بن الحسن لا ندري لماذا، ثم أعطوه للأئمة ثم ورثوهم. فإذا هم يتألهون على الناس ويستفيدون من هذا الكذب ومن هذا الباطل، وبالتالي أي ممكن أن يدافعوا عنه بكل ما أوتوا من قوة.
فإذا من يزعم لنا مشروع تقريب ما يسموش ما لا يسميه مشروع تقريب مع الشيعة، يقول مع فلان وفلان مثلا ويقول لنا أن فلان وفلان دول تبرأوا قالوا الكتاب اللي فيه تحريف اللي فيه إثبات تحريف القرآن يجب أن يحرق، ويكون قالوا نصوا على التردي على أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين، فساعتها نسأله طب إيه اللي فاضل عندك؟ هيكون مثلا زي الشيعة الزيدية، أنا الشيعة الزيدية أيضا لا نتقرب معهم، نحن فقط ننزلهم منزلتهم فنقول هم مبتدعة بدعة أخف بكثير من الشيعة الاثنى عشرية، ويوجد تناصح وليس الطريق الوحيد هو التناصح، ننصحهم بأن يتراجعوا عن البقية الباقية من البدع عندهم، وهو ظنهم أن الأمة اتفقت على خلاف الأولى، اتفقت على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان بينما كان علي رضي الله عنه أفضل من الثلاث. ده إذن هل يوجد من الشيعة الاثنى عشرية من يقول كلامه للشيعة الزيدية؟ عندنا تعامل السلف مع الشيعة الزيدية لا إشكال، وعلى أي القضية مع الشيعة الاثنى عشرية أخطر، ومن يدعي التقريب بمخالفة الواقع يقول كلام تركوه، أين كلام؟ موجود في الفضائيات، موجود في المكتبات العامة في إيران، موجود في من يتحلل من قيود التقية ويقول كل ما في قلبي. هل الآخرون خطأوه وكذبوه وتردوا عن الصحابة؟ هذه القضية. يقول العلامة ابن بهيج على لسان عائشة رضي الله عنها: من حبني فليجتنب من سبني، إن كان صان محبتي ورعاني، وإذا محبي قد ألظ بمبغضي، فكلاهما في البغض مستويان، إني لطيبة خلقت لطيب، ونساء أحمد أطيب النسوان، إني لأم المؤمنين فمن أبى حبي فسوف يبوء بالخسران. الإمام النووي رحمه الله له كلمة رائعة يقول فيها: من قال أن عائشة هي أمه فهو صادق، ومن قال أن عائشة ليست أمه فهو صادق، لأنها أم للمؤمنين وليست بأم للمنافقين. فمن سيقول أنها ليست أمه فهو منافق، فهو صادق في كلمة أنها ليست أم. لا يمكن أن يقول أحد أنها ليست أمه إلا أن يكون منافقا مكذبا للقرآن. القرآن نزل بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، أزواجه ده وصف يشمل كل من كن أزواجه في ذلك الوقت، ومنهن عائشة رضي الله عنها. يقول رحمه الله على لسانها: إني لأم المؤمنين فمن أبى حبي فسوف يبوء بالخسران، الله حببني لقلب نبيه وإلى الصراط المستقيم هداني، والله يكرم من أراد كرامتي، ويهين ربي من أراد هواني، والله أسأله زيادة فضله، وحمدته شكرا لما أولاني. يا من يلوذ بأهل بيت محمد يرجو بذلك رحمة الرحمن. لعل من استمع إلى الشيخ محمد إسماعيل ويلقي القصيدة سيلحظ أن نغير كلمة يلوذ، فجعلها يا من يهوى أهل بيت محمد، لأن كلمة يلوذ مشكلة هنا، قد يفهم منها الإقرار على الاستغاثة والاستعانة والتوسل الذي يصرفه الشيعة إلى آل البيت. الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله له شرح مختصر، تعليق صوتي مختصر على هذه القصيدة، جعل هذا في سياق الذم، إن الشاعر كأنه يذمهم على توسلهم بآل البيت، والمعنى بعيد هذا التأويل في قدر من التعسف، لأن السياق يوحي بأن إقرار لهم على هذا الفعل ثم مطالبتهم بأن يفعلوا غيره، كما نقرهم على حب آل البيت من حيث الجملة ثم نطالبهم بحب الصحابة. فإذا كلمة يلوذ هنا قد تكون في غير موضعها أو غير مناسبة، أو على الأقل تفتح باب للقيل والقال فتستدرك. فلنجعلها
يا من يهوى، يا من يهوى أهل بيت محمد يرجو بذلك رحمة الرحمن، صل أمهات المؤمنين ولا تحد عنا فتسلب حلة الإيمان، إني لصادقة المقال كريمة إي والذي ذلت له الثقلان. يبدو أن العلامة ابن بهيج اكتفى بهذا القدر من فخر عائشة رضي الله عنها، وكما بدأ القصيدة ببيتين على لسان نفسه ثم جعل جل القصيدة على لسان عائشة رضي الله عنها، ختم ببيتين، يعني الأقرب أن يكون على لسان نفسه في كعادة الشعراء في ختام القصيدة، قال فيهما: خذها إليك فإنما هي روضة، أي هذه القصيدة محفوفة بالروح والريحان، صلى الإله على النبي وآله فبهم تشم أزاهر البستان. يعني جزى الله العلامة ابن بهيج رحمه الله يعني خيرا على ما ذب وفاخر ونشر فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يقوم بشيء من حق أمهات المؤمنين عليه، لا سيما حق عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.